مساء الجمال مع أمنياتي طبعا لنادي الزمالك إن شاء الله بالانتصار أو بالرجوع بنتيجة مرضية من المغرب. الحمد لله على سلامتهم ووصولهم للمغرب، وزي ما يعني رحبنا بالنادي الأهلي بوصوله بالسلامة للمغرب وإن شاء الله يرجعوا منصورين، برضو نادي الزمالك أكيد يهمنا إن يرجع منصور بإذن الله إن شاء الله، عشان يبقى الماتش في مصر يبقى ماتش سهل والامور تبقى سهله باذن الله. ان شاء الله يرجع بنتيجه مرضيه. النتيجه المرضيه انه يؤدي مباراه كويسه، التعادل هيبقى في صالحنا مليون في الميه. حتى لو عملت نتيجه مرضيه ومثلا اتهزمت 1-0، فالماتش اللي على ملعبك هيبقى سهل جدا بالطموح والاراده انك تعدي. 2-1 الهزيمه، 2-1 تكسب، 1-0 في بلدك تصعب. ان شاء الله متفائل خير لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله. والفيديو ده زي ما عملنا كده امبارح الرحله بتاعه النادي الاهلي، وقلنا لهم الحمد لله على السلامه ومنصورين باذن الله، برده نادي الزمالك ان شاء الله يسعدوا جماهيرهم وجماهير مصر، وبرده امنياتنا يبقى النهائي مصر ان شاء الله. اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه. شكرا.